لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا مستمعي اون سبورت في كل مكان، وحلقة جديدة من وان تو معكم حازم إمام. بنقعد من 2 لـ3 هنتكلم عن الكرة المصرية والعالمية. طبعا امبارح كان في مباراة للكونفدرالية دور 32، أول مصر بيخسر من سليماتا بوركينا فاسو، نتيجة مفاجأة بجميع المقاييس، بيخسر في ملعبه في وسط جمهوره 2-0، ولسه المصري مش عارف يوصل للشكل اللي احنا كنا نعرفه السنين اللي فاتت من ساعة ما كابتن حسام حسن مشي والأمور في تراجع كبير جدا. لكن امبارح تم الاستغناء عن الجهاز الفني الحالي وتعيين كابتن إيهاب جلال وكابتن حمد إبراهيم وكابتن ياسر عزت كابتن إيهاب جلال طبعا كمدير فني وكابتن مصطفى كمال كمدرب حراسة المرمى، ويعني الفرقة كلها أو الجهاز كله اتغير امبارح بعد المباراة. لكن طبعا كان كلام إن خلاص يعني كانوا يربطوا أو اتكلموا مع كابتن إيهاب بعد المباراة دي بأي نتيجة كانت هيحصل التغيير، ولكن طبعا كان الناس تتوقع أو كلنا نتوقع إن على الأقل المصري مش يعني ممكن يتعادل، او حتى لو كسب 1-0 تبقى نتيجة مش حلوة، لكن بيخسر 2-0، ماتش غريب جدا 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 واداء غريب جدا، وخاصة من حارس مرمى مسعود اللي دخل في جون تاني غريب جدا. الزمالك امبارح بيتألق ويتجمل ويكسب ويهزم القطن التشادي ب7 أهداف للا شيء، 7 أهداف زي ما يقولوا كده بشكل حلو بشكل جميل، ولعب من احلى الماتشات الزمالك عملها. اي نعم المنافس ممكن ما يكونش قوي، لكن ممكن منافسين كتير بتبقى مش جامدين، بس ما بتكسبش 7. فريق الزمالك في الشوط الاول تحديدا لعبت ماتش حلو قوي قوي قوي، واللعب يمكن او معظم الاهداف كلها اهداف فيها حركيه وفيها تحركات وفيها جماعيه اداء بشكل كويس جدا، ما بين كهربا، مصطفى فتحي، كاسونجو، فرجاني ساسي، حتى طارق حامد، حمد ابراهيم، حمدي النجاز، عبد الله جمعه، كل دي اسامي شاركت في كل الاهداف ان كان جابوها او صنعوها او اشتغلوا على تنفيذها. يعني الشوط الثاني كمان نفس الكلام، هدفين في الشوط الثاني، وعمر السعيد بينزل يجيب هدف او ما ينزل من محمد ابراهيم، كل اللعيبه كان بشكل كويس جدا، الراجل حاول يجرب بعض اللعيبه، بهاء مجدي نزل في الاخر شويه، نزل محمود عبد العزيز مكان فرجاني ساسي، لعب محمد ابراهيم من بدايه المباراه لنهايتها مكان اوباما اللي كان عنده الام في الظهر شويه، فاستغل ده ولعب محمد ابراهيم بيديله ثقه ويديله نفس الماتشات يعني يبقى جاهز. فاعتقد تجربه مهمه ومفيده، وبتاكد اداء نادي الزمالك اللي بيتحسن من وقت لاخر، اللي حاليا هو متصدر الدوري المصري. الاهلي اول امبارح بيفوز على جيمانبا جيفارا الاثيوبي بهدفين، نصر ماهر ومروان محسن اللي بيتالق في الفتره الاخيره، جونين في مطلع الجيش وجون مع الدوري في الدوري الافريقي او في بطولة ابطال افريقيا على جيما، وجون حلو على فكرة حطها حلو. اي نعم ضيع كذا جون، لكن يعني مروان ابتدى يرجع، هو ابتدت الناس تثق فيه تاني، ابتدت الناس تتكلم عليه بشكل ايجابي بعد ما كان دايما النقد. اللعيب كمان اللي ابتدى الناس تتكلم عليه كويس هو كريم نيدفيد، اللي كان بقاله 2-3 سنين الناس بتنتقده بشكل كبير وتقول يعني كفاية كريم نيدفيد وكل الناس بتلعب كريم نيدفيد ليه، بقاله 2-3 ماتش من احسن لعيبة في النادي الاهلي، وابتدت الاشادات تيجي ليه بشكل كويس، بيلعب ناحيه اليمين، ادى استغل غياب هاني واستغل غياب فتحي واشتغل على نفسه بشكل كويس، برده بقاله حوالي 3 مباريات بيأدي بشكل كويس. مفيش حاجات ثوابت، مفيش ثوابت في كره القدم يا جماعه، دايما بقول كده، دايما مفيش حاجه ثابته، ما تقدرش تقول على لعيب على طول انه وحش، ممكن يتحسن بشكل كبير، ما تديش دايما وانت بتحلل او بتتكلم تقول ده ما عندوش فكره ده وحش جدا، لان ممكن في 2-3 ماتش يبتدي يرجع وتلاقي نفسه، او تلاقي ده خصوصا لو لعيب صغير يعني بتلاقي الامور تحولت تماما وبتحول لنقيض للنقيض. اللعيبه مثلا تبقى بقى لك 7-8 سنين بتلعب خلاص بتبقى طبعا باينه عامله ازاي، لكن اللعيب الصغير تحديدا ما تديش احكام مطلقه، يعني لازم تسيب له مساحه من الوقت شويه، وده اللي بيحصل يمكن في لعيبه كتيره وابرزهم كريم نيدفيد. امبارح برضه ماتش مهم جدا في بطوله الكاس العام للانديه، وفوز العين الاماراتي على الترجي 3-0، ماتش غريب وماتش من اول دقيقه في المباراه، الترجي بيخش في جون في الدقيقه الاولى و20 ثانيه يعني سهله جدا، او بدايه المباراه تقريبا بعد ربع ساعه كان 2-0، بيجيبوا حسين الشحات جون حلو قوي امبارح، قوي قوي قوي، قطع وحلمم وحطها في البعيده، لعيب كويس قوي قوي قوي. النهارده وبكره، النهارده وامبارح طبعا ماتشات اوروبا في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني، دلوقتي او النهارده الساعه 6 ان شاء الله هيكون في ماتش ليفربول مع مانشستر يونايتد،
نتمنى ان شاء الله نشوف ماتش حلو. نتمنى التوفيق لكابتن محمد صلاح. عايز اروح لخبر اخر، وبرضه كنا بنتكلم عن النادي الاهلي ومفاوضات النادي الاهلي مع اللعيبه. الاهلي جاب لاسارتي مدرب الاهلي الجديد، وهو اورجواياني اسباني. جاب جيراردو لعيب من نادي من انجولا، برضه صفقه جديده ولعيب كويس. وكان في كلام كتير على ان ممكن عمرو ورده يرجع تاني للنادي الاهلي. عمرو ورده طبعا من اللعيبه اللي هو من ابناء النادي الاهلي، وحاليا محترفنا في باوك اليوناني. خلينا نروح لكابتننا الكبير جدا جدا، كابتن مصر وكابتن نادي الاتحاد واسطوره الكره كره السله في مصر، كابتن مدحت ورده، وطبعا والد كابتن عمرو ورده. مساء الخير كابتن مدحت. اهلا اهلا يا حازم، ازي حضرتك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك، ربنا يخلي حالك كابتن، وحشنا. الله يكرمك. كله تمام؟ الله يخليك وانت كمان يا ابن الغالي. ربنا يبارك لحالك كابتن مدحت. الله يحفظك. طمنا على حياة كابتن وعمر، يعني مبسوط من عمر الفترة دي؟ الدنيا ماشية كويس بالنسبة له؟ اليومين دول ماشي كويس، وخصوصا الماتش اللي فات الحقيقة يعني أول مرة اتبسط منه قوي من مدة الحمد لله. ليه ما ماشي كويس؟ هو الحمد لله بقاله لا ماشي كويس، بس أنا أنت عارف الأب لما يبص على ابنه يا حازم يبص على الحاجات الأخطاء، ما يبصش على الحاجات الحلوة، يبص على الأخطاء أكتر. فالحقيقة الماتش اللي فات لما نزل الشوط الثاني قلب الماتش قوي، كان حاجة واضحة يعني. عشان كده بقول لك اتبسطت قوي. حضرتك بتتابع الباوك على اون سبورت، بنجيب الماتشات بتاعته كلها. ايوه الحقيقة دي حاجة، الحقيقة كانت خطوة جميلة بصراحة. ان شاء الله دايما كده متألق. طيب قول لي، كنت بتعذب انا اتفرج على عمرو على النوفا سبورت دي، كنت بتعذب عشان اتفرج عليه. لا بنجيب والله بنجيبها كل حاجة في اون سبورت ان شاء الله. طب قبل ما اخش معاك في التصريحات والحاجات اللي كتبت، ايه اللي انت شايفه كويس في عمرو بيزيد، وايه اللي شايف ان عمرو لازم يبعد عنه الفتره دي، او يعني يبعد في الملعب يعني؟ طبعا انا الحقيقه مش بتاع كوره، لكن حد كحد من الجمهور اللي بيفهم شويه شايف ان عمرو ناقصه ان هو بس يجمد قلبه في الاختراقات. هو عمرو مكانه في نص الملعب، وانت هتشوف ده اكتر مني يا حازم، يمكن انت شفته في الماتشين اللي فاتوا بتوع منتخب مصر الحقيقه. بدأ يملى خط النص شوية، فهو أنا بس عايزه في حتة الاختراقات دي يجمد قلبه شوية بس. أنا مش شايف حاجة في عمرو ناقصة غير كده. يروح يجيب جوان ويعمل جوان ويتشغل من النص. يخترق كده بقلب يعني. هو عمرو بيحب أو يعمل أسيست، حاجة كويسة وكل حاجة. لكن أحيانا أنا أشوف ألو الو. طيب هنحاول نجيب تاني كابتن مدحت ورده، بنتكلم على عمرو، لان كان في تصريحات برضو ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع عمرو ورده. هو ابن النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر، وطبعا الفتره اللي فاتت مع اجيري حتى بقى شكله احلى، بيلعب في العمق، بيشتغل من القلب. شفناه في ماتش تونس عمل الاسيست للجون الثاني الكروس بشكل كويس، وابتدى يلعب من قلب الملعب، ما بقاش يلعب على الاطراف زي ما كان مستر كوبر بيلعبه. مع باوك بنشوفه دايما على اون سبورت، بيشتغل بيجي يعني ماتشاته بتيجي كتير، وبنشوفه بيشتغل مع باوك خاصة في الشوط الثاني دايما. هو يمكن اول تغيير بيبقى الشوط الثاني على طول عمر، وشفناه في الكاس الاتحاد الاوروبي او الكونفدرالية او بطولة اوروبا. نعم طلعوا من البطولة وتعادلوا مع تشيلسي، لكن دايما عمرو متواجد بشكل كويس، موجود في كل الماتشات، بيشتغل بشكل كويس. فرقة باوك فرقة كبيرة في اليونان، فرقة متصدرة الدوري اليوناني حاليا، ماشية بشكل قوي. طيب خلينا نرجع تاني لكابتن مدحت، معلش التليفون وقع، لكن رجعنا تاني لكابتن مدحت. مساء الخير يا كابتن مدحت، معلش التليفون وقع. طيب بس انا الحقيقه شايف ان عمرو ماشي كويس الحمد لله. لكن الناس كلها بتثني عليه، لكن انا شايف ان لسه عمرو عنده طبعا اكتر. طبعا انا شايف ده. كابتن مدحت، كان في تصريح ان الاهلي بيفاوض عمرو ورده، الكلام ده يعني انت حضرتك ردك عليك ايه، او رد حضرتك عليه ايه؟ هل هو صحيح؟ هل فعلا في بتاعت مناوشات او عمرو لا عايز يكمل؟ عمرو طبعا ابن النادي الاهلي واهلاوي جدا اكيد. طبعا. انا طبعا ده وصلني من ناس كتير، وحد كلمني انا شخصيا الحقيقه. والله من النادي الاهلي مسؤولين يعني.
حد وسيط بيني وبين حد من اعضاء المجلس. ايوه كابتن. وكان ردي انا عمرو اللي قرر، وعمرو رده ان لو نزل هيلعب في الاهلي. يعني لو نزل مصر هيلعب في الاهلي. ايوه ده كان رد عمرو. ولكن عمرو يبدو لي ان هو عاوز يكمل المسيره بره. لان عمرو لسه ما عملش كل اللي في دماغه. ربنا يوفقه ان شاء الله. ربنا يوفقه. هو امثالي عمرو عايز حتى ينتقل بعد كده، يعني يبقى ممكن ايطاليا ممكن. لا كان في السنه دي في اولها كان جاله حاجات من ايطاليا من اودينيزي تقريبا، وكان جاله من انديه تانية، فاعتقد هو وجاله فرنسا، نادي فرنسا كويس قوي. وخلاص وكانوا اتعاقد اولموست خلاص بيتعاقدوا. طب ايه اللي حصل؟ لكن فاروق اتمسكوا بيه جدا. والجمهور ضغط جدا، لان الجمهور هناك بيعشق عمرو قوي. ما شاء الله. فتراجع. وكان اسمه نادي ايه، نادي ايه رامس، في حاجه اسمها كده في فرنسا في نص الجبل، في يا كابتن اسمه ايه، رامس حاجه كده، في ران يمكن بقى، او رامس اظن كده الثامن التاسع على الدوري. ممكن. فهو عمرو رد عليا قال لي لا انا هروح يا نادي من الاربعه الاولين. انا الحقيقه ما كنتش مقتنع، لكن ربنا يسهل. ربنا يسهل الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. بشكرك كابتن مدحت، شكرا جزيلا. ودايما انا اللي بشكرك تحياتي ليك، انا بحترمك وبحبك على مستوى الشخصي جدا. واحنا كلنا والدك كان حبيبي رحمه الله عليك. ربنا يخليك كابتن مدحت، كلنا بنحب حضرتك وحضرتك لعيب ونحترم حضرتك جدا. واحد من اساطير كره السله في مصر كابتن مدحت ورده، نجم نادي الاتحاد طبعا السكندريه. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا. اللي ما شافش يا جماعه كابتن مدحت ورده وهو بيلعب باسكت، ما شافش باسكت. كابتن مدحت ورده من الناس اللي يعني وانا صغير كان زمان التلفزيون المصري بيجيب ماتشات الباسكت، وما كانش بقى ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه دش، ما كانش فيه الحاجات دي. فكنا دايما اي مناسبات كنا، انا عن نفسي كنت بحب اي حاجه فيها رياضه، فبنتنشا على اي ماتشات تتلعب. كان دايما ماتشات الباسكت بتتلعب، بطوله عربيه وبطوله افريقيه. كان دايما منتخب مصر او نادي الاتحاد هو اللي بيشتغل على، يعني هو بيمثل مصر بشكل قوي جدا. كابتن مدحت ورده ده كان بقى ده هو البلاي ميكر، نموذج للبلاي ميكر اللي بيمسك الكوره ازاي في وسط الملعب وبيشتغل وبيطلع اللعيبه وبيحط الباسكت وثلاثه، يعني من لعيبه اللي تحب تتفرج عليه. الناس بتلعب بمخها، دي الناس الحلوه اللي صاحبه الدماغ العاليه. يعني كابتن مدحت ورده والي طبعا لاعبنا الكبير كابتن عمرو ورده. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا. خلينا نطلع لاول، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.